إذا اليوم إن شاء الله راح نكونوا مع التمرين الرابع وهو حول الدوال. هذا التمرين عموما في الدراسة نتاعو يعني قبل رسم المنحنى عموما دراسة متوسطة يعني ليست صعبة كثيرا، ولكن علاش عجبني هذا التمرين؟ لأنه يعني في الجزء ما بعد التمثيل البياني، عندنا تمثيل بياني، كاين بعد التمثيل البياني كاين الكثير من الأفكار الممتازة، كاين استنتاج منحنى من منحنى، كاين مناقشة بيانية دورانية ممتازة باش نتمكنوا منها، وكاين ايضا جزء حول الدوال الاصليه والتكامل. اذا انت لازم تحمل الموضوع، الرابط نتاعو راح تلقاه في صندوق الوصف في اول تعليق، حمل لنا الموضوع حاول فيه ككل خاصه في تمرين الدوال. راح نشوفوا الجزء الاول الى غايه التمثيل البياني للداله، وفي الجزء الثاني واش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا التمثيل البياني والافكار اللي تحته. اذا حاول ان في التمرين ستظهر لك الصوره الان، وبعدها اذا كان لقيت صعوبات واصل معنا المشاهده للاخير. إذا نبدأ مع حل هذا التمرين. أعطانا في الأول جزء دالة مساعدة كالعادة، دالة جي معرفة على صفر زائد ما لا نهاية، العبارة تاعها ln x على x زائد 1 على ln x على x الكل زائد 1. السؤال الأول قال لك احسب نهايتي الدالة f عند حدود مجال التعريف تاعها. إذا هنا عندنا نهايتين، نهاية عند صفر ونهاية عند زائد ما لا نهاية. نبدأ أولا بحساب ليميت جي لx لما x يؤول الى صفر بقيم اكبر. قلنا دائما نحاولوا نديروا تعويض في المحاولات ونشوفوا هل كاين حالة عدم تعيين ولا لا. اذا في البسط كاين الان صفر، في المحاولات الان عند الصفر هو ناقص ما لا نهايه، في المقام راح نعوضوا بصفر. الان صفر ما اشارته موجب لانه بقيم اكبر، ما لا نهايه على صفر اعلم باللي الكثير فيكم راح يقول حاله عدم تعيين، ولكن ما لا نهايه على صفر ليست حاله عدم تعيين، ولكن ما لا نهايه. كيفاش نعرفوها زايد ولا ناقص؟ زايد ولا ناقص نشوفوا قسمه الاشارات، ناقص على الزايد ناقص، اذا ناقص ما لا نهايه، تزيد لها واحد تبقى ناقص ما لا نهايه. اذا نهايه الداله جي هذه تساوي ناقص ما لا نهايه دون اي اشكال. نروحوا للنهايه الاخرى اللي هي نهايه جي لاكس لما اكس يؤول الى زايد ما لا نهايه. الان الان عند الزائد زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، اللي ما ينتبهش راح يقول ما لا نهايه على ما لا نهايه حاله عدم تعيين، ولكن لو كان تركز ان اكس على اكس هي نهايه شهيره نهايتها تساوي صفر. اذا هذه تؤول الى صفر، صفر زائد واحد يساوي واحد، وقلنا دائما كي نخدموا بنهايه شهيره لازم كتعطى كتبرير ان اكس على اكس لما اكس يؤول الى صفر، عفوا ان اكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تساوي نهايه شهيره وتساوي الصفر. مليح، حسبنا نهايتين. بعد النهايتين واش قال لنا؟ المشتقه واتجاه التغير، يعني الاسئله العاديه تاع الجزء الاول. المشتقه تاع الداله جي ننتبهوا قليلا، اذا جي فتحه دي اكس اشتقاق الواحد هو صفر، اذا فقط نشتق هذا الداله. الان اكس على اكس قسم الدالتين، القاعده معروفه، مشتقه البسط مشتقه الالان قلنا واحد على اكس يضرب في ماذا؟ في المقام اللي هو اكس ناقص مشتقة المقام واحد يضرب في البسط سما واحد في ألان إكس سما ألان إكس على المقام مربع. الآن نختزل إكس مع إكس، وش يبقى لنا في المشتقة؟ راح يبقى لنا واحد ناقص ألان إكس على إكس مربع. إذا المقام إكس مربع فيه تربيع أس زوجي، إذا موجبة، إذا لازم ندرسوا إشارة واحد ناقص ألان إكس. كيفاش ندرسوا الإشارة؟ نديروا أولا جدول x ثم عندنا واحد ناقص ln x اللي هي نفسها إشارة g لx، مجال تعريف من صفر زائد ما لا نهاية، صفر غير معرفة هذه الدالة. الآن قلنا نشوفوها وين تنعدم، نحطوا واحد ناقص ln x تساوي صفر ونحلوا هذه المعادلة، ننقلوا الآلان للطرف الآخر واللي واحد يساوي ln x، تخلصوا من الآلان دخلوا الأسية على الطرفين، منها تروح الآلان تولي إكس تساوي أسية واحد، وأسية واحد هي أو، إذا وين تنعدم؟ تنعدم عند أو، واحد ناقص ألان إكس. الآن الإشارة كيفاش قلنا نشوفوها؟ قلنا نشوفوا معامل إكس، معامل إكس موجب وبرا سالب، موجب في السالب سالب، إذا معامل إكس موجب في السالب سالب عكس
إذن موجبة سالب، المعامل x سالب قلنا عكس نفس، إذن واحد ناقص ln x وش هي؟ هي نفسها إشارة المشتقة جي فتحة. الآن نشوف السؤال، إذا كان سألنا على اتجاه تغير لازم نكتبه لغويا، وإذا كان قال لنا جدول تغيرات مباشرة نشكل جدول تغيرات، ولكن هنا قال لك أدرس اتجاه تغير وشكل الجدول، يعني لازم تديرهم في زوج. إذا بخصوص الجدول واضح كيفاش راح نشكلوه، نقولوا الدالة متزايدة ثم متناقصة، نهاية عند الصفر بقيم أكبر شحال لقيناها؟ لقيناها ناقص ما لا نهاية. نهاية عند الزائد ما لا نهاية وشحال لقيناها؟ لقيناها تساوي واحد، نهاية الدالة جي لقيناها واحد. هنا واش كاين؟ كاين جي لأو، وإذا كان مطلبش منا الحساب نخليوه جي لأو مقبولة، ولكن ما ننساوش نجاوبوا على اتجاه تغير. اش معناتها اتجاه تغير؟ معناتها نكتبوا نقولوا جي متزايدة تماما على أي مجال، على المجال من صفر لأو، و جي متناقصة تماما على أي مجال من أو إلى غد زائد ما لا نهاية. الآن كالعادة وش يتبقى لنا في الجزء الأول؟ يتبقى لنا سؤال مبرهنة القيم المتوسطة وسؤال استنتاج الإشارة. إذا بين، قال لك المعادلة جي لإكس تساوي الصفر تقبل حلا، إذا بين أن المعادلة جي لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا محصور بين 0.5 و 0.6. إذا 0.5 و 0.6 سمعت قبل الأو، لأنه الأو 2.7، إذا الألفا ينتمي إلى هذا المجال. مبرهنة القيم المتوسطة كالعادة نقول جي مستمرة، والاستمرارية والرتابة اسمها متزايدة ولا متناقصة، على المجال من صفر الأو راها متزايدة، ومتزايدة تماما على أي مجال من صفر إلى غاية أو. وش لازمتنا نديرو؟ لازمتنا نحسبو الصورتين، لأن المجال المعطى قالك ما بين 0.5، نتحقق فقط من القيم ما بين 0.5 و 0.6. نحسبو بالآلة حاسبة جي ل 0.5 نلقاوها سالبة، نحسبو بالآلة حاسبة جي ل 0.6. كيفاش نحسبوهم؟ نعوضو في الدالة فقط هنايا بالآلة حاسبة. إذا هذه سالبة هذه موجبة، الجداء نتاعهم أقل من الصفر، إذا حسب مبرهنة القيم المتوسطة وتعاود تكتب السؤال. الآن قال لك بينا السؤال الرابع، بعد ما بينا بلي تقبل حلا وحيدا، قال لك استنتج إشارة جي لي إكس. كيفاش نستنتج إشارة جي لي إكس؟ قلنا جي لي إكس تنعدم عند الألفا، معناتها هكذا، ونديرو فقط جدول إشارة. إذا إكس جي لي إكس، مجال التعريف هو ماذا؟ من صفر إلى زائد ما لا نهاية. الدالة وين تنعدم؟ تنعدم عند ألفا. رانا نلاحظوا بلي هذا هو الصفر، أقبل الألفا راها تحت الصفر إذا سالبة، بعد الألفا راها فوق الصفر إذا موجبة. إذا هذه هي إشارة الدالة جي. ذكر لي بلي الدالة جي تنعدم عند ألفا، قبله سالبة بعده موجبة. إذا هذا وش هو؟ هذا الجزء الأول تاع الدالة جي. الآن واش راح يدير؟ راح يعرف لنا دالة اف، لأنه هذه دالة اتفقنا باللي راها فقط دالة مساعدة. إذا دالة اف معرفة على نفس مجال التعريف، لأنه فيها أيضا الآن، ولكن العبارة تحركز معي جيدا. اف لي إكس تساوي واحد على اثنان الآن إكس الكل مربع، صح، زائد إكس ناقص واحد. نقدر نحيو لأنه كاين ألان إكس فقط. شوف ملاحظة على بالي باللي ربما فيكم اللي راح يغلط يقول علاش أستاذ ما نهبطوش ثنين هذه، لأنه نعرفوا من الخواص تاع الألان باللي تهبط ثنين، ولكن انتبه جيدا، وكتاش تهبط الأس؟ كيكون ما بداخل الألان مرفوع قوة. لو كان جات هكذا، لو كان جا ما بداخل الألان مرفوع قوة اثنين، اسمها الإكس اللي مرفوع قوة اثنين تهبط، ولكن الآن الألان كامل مربع، اسمها ما تقدرش تهبط اثنين، إذا اللي يدير هكذا راه خطأ. مجال التعريف قلنا نفسه من صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الأول واش قال لك؟ قال لك احسب كلا من ليميت اف لإكس عند الصفر وعند الزائد ما لا نهاية، وفسر بيانيا النهاية عند الصفر. إذا نبدأ مثلا نحسبوا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. الآن نحسبوها عادي، نعوضوا وش عندنا؟ آلان صفر، نهاية الآلان عند الصفر شحال قلنا؟ ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية تربع زائد ما لا نهاية، تضربها في واحد على اثنين تبقى زائد ما لا نهاية.
هذه وشحال؟ صفر ناقص واحد ناقص واحد، زايد ما لا نهاية تنقص منها واحد ما تأثرش فيها. إذا نهاية الدالة أف راها زائد ما لا نهاية. قالنا فسر النتيجة هندسيا، نعم حسبنا النهاية عند عدد لقيناها ما لا نهاية، ما هو التفسير الهندسي؟ قولوا سي أف يقبل مستقيما مقاربا ما نوعه عموديا معادلته X يساوي الصفر. ويمكن X يساوي الصفر وش هو؟ محور تراتيب. يمكن أن نقول أنه فقط محور تراتيب. الآن نحسب ليميت F لX عند زائد ما لا نهاية ونشوف هل هي حالة عدم تعيين ولا لا. الآن عند زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية يتربع زائد ما لا نهاية، تضرب في واحد على اثنين زائد ما لا نهاية. إذن هذه زائد ما لا، هذه زائد ما لا نهاية ناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذن زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، ولا توجد فيها حالة عدم تعيين. الآن حسبنا النهايتين ونكملوا الأسئلة. بعد هذا قال لك بين أنه من أجل كل عدد X ينتمي المجال تعريف تكون أفتحة لX تساوي G لX. يعني نحسب المشتقة ولازم ولازم نبينه باللي أفتحة لX هي نفسها G لX. إذن المشتقة رايحين نحسبه المشتقة أفتحة لX. إذن كيفاش نحسب المشتقة الآن؟ رايحين نعوض فقط، نحسب الدالة نشوفوا الدالة ونطبقوا عليها قوانين الاشتقاق. الآن انتبه معايا جيدا، واحد على اثنين تبقى في الاشتقاق. إذن واحد على اثنين كتعود في الجداء، عدد ثابت في الجداء يبقى، ولكن ككل مجموع اشتقاقه صفر. الآن ألان X الكل مربع وش هي الاشتقاق تاعها؟ هنا لازم نذكروا قاعدة تقولنا باللي F أس آن المشتقة تاعها أنه نهبطوا الآن ونقصوا واحد في الأس ونضربوا في مشتقة الدالة. هذه القاعدة. إذا ألان X الكل مربع تهبط الأس نقص له واحد، كان اثنين ناقص واحد يولي أس واحد، نقصنا له في الأس واحد. يتضرب في ماذا؟ يتضرب في مشتقة الدالة. مشتقة الألان وش هي؟ هي واحد على X. إذا المشتقة تاعها وش هي؟ هي اثنين في واحد على X في ألان X. ألان X أس واحد هي ألان X. مليح. زائد المشتقة تاع X. مشتقة تاع X هي ماذا؟ هي واحد. إذن زائد واحد. الاشتقاق تاع ناقص واحد وش هو؟ صفر. الآن وش راح يصرى؟ نختزلوا اثنين مع اثنين. ركز، واحد في ألان X، إذن ألان X على X زائد واحد، وهي نفسها دالة جي، لأنه عبارة دالة جي اللي خدمناها قبل قليل في الجزء الأول هي هذه العبارة بالتحديد. الآن واش رايحين نديرو؟ رايحين نكملوا مع الأسئلة. واش قالك؟ استنتج اتجاه تغير دالة اف ثم شكل جدول تغيراتها. إذن هنا انتبه معنا جيدا، واش راح نقولوا؟ إشارة اف فتحة لإكس هي نفسها جي لإكس. إذا وش حاب يقول؟ حاب يقول باللي إشارة F فتحة لX هي نفسها إشارة الجي، وإشارة جي لX استنتجناها في نهاية الجزء الأول، قلنا تنعدم عند الألفا قبل سالبة بعده موجبة. إذا F فتحة راه نفسها جي لX. الآن F لX دالة ما بها؟ دالة عندنا متناقصة ثم متزايد، نهايتها عند الصفر بقيم أكبر وجدنا أنها زائد ما لا نهاية. نهايتها عند الزائد ما لا نهاية وشحال لقيناها؟ زائد ما لا نهاية، وهنا يوجد اف لالفا. ما ننساوش نكتبوا اتجاه تغير. كيفاش نكتبوا؟ راح نقولوا اف متزايدة على اي مجال من الفا، متزايدة تماما على المجال من الفا لزائد ما لا نهاية. اف متناقصة تماما على اي مجال من صفر مفتوح الى غاية ألفا مغلق. إذن هكذا رانا جاوبنا على تغيرات الدالة F، يعني اتجاه تغير وجدول تغيرات. الآن واش قالك؟ قالك بقالنا سؤالين فقط، اللي هما سؤال المماس ثم دراسة الوضع النسبي مع المماس. إذن ننتبهوا قليلا، الوضع المماس وين؟ مماس عند النقطة ذات الفاصلة واحد. إذن رايحين نكتبوا معادلة المماس عند نقطة ذات الفاصلة واحد. إذن معادلة المماس من أجل
x صفر يساوي واحد. ما هو قانون معادلة المماس؟ y يساوي فتحة لواحد في x ناقص واحد زايد f لواحد. إذا مش لازمنا نحسبه، لازمنا نحسبه f لواحد أولا ثم f فتحة لواحد. إذا f لواحد وش هي؟ تعوض في الدالة بالواحد، ماذا ستجد؟ ركز معي جيدا، راح تلقى ألا واحد صفر، صفر مربع صفر، صفر في أي عدد صفر، إذا هذه تختفي. تبقى لك واحد ناقص واحد صفر، إذا f لواحد صفر بالتعويض فقط في الدالة. f فتحة لواحد هذه هي عبارة f فتحة، نعوض فيها بواحد، ألا واحد صفر، صفر على واحد صفر، إذا هذه تروح بالصفر شحال يبقى؟ يبقى فقط f فتحة يساوي واحد. الآن إذا y نعوض f فتحة لواحد وش هي؟ واحد، واحد تضرب في x ناقص واحد هي x ناقص واحد. إذا هذه هي معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة واحد. الآن وش قال لنا؟ قال لنا الوضع النسبي. إذا الوضع النسبي بين ماذا وماذا؟ بين المنحنى CF والمماس T. قاعدة الوضع النسبي دوما أن ندير الفرق F لـ X ونقص منه عبارة المستقيم ثم ندرس الإشارة. الآن F لـ X وش هي؟ هي واحد على اثنين في ألان X الكل مربع زايد X ناقص واحد. وش راح تنقص منها؟ راح تنقص منها عبارة المستقيم اللي هي X ناقص واحد. نختزل هذه مع هذه، وش يبقى لنا؟ واحد على اثنين في ألان مربع X. إذا لازم ندرس إشارة هذه العبارة. إذا ركز معي جيدا، واش راح نقوله؟ تساوي واحد على اثنين في ألان مربع X. أعلم باللي جميعا راح نقوله موجبة، وهي موجبة. علاش؟ لأنه فيه تربيع. ولكن السؤال، هل هذه العبارة تنعدم ولا لا؟ لأنه لازم نركزوا على الانعدام. هل الألان نراها ألان مربع موجبة؟ علاش؟ لأنه يوجد تربيع. السؤال هل تنعدم؟ نعم. وين تنعدم؟ تنعدم عند الواحد، والدليل اللي عوضنا هذا وين بالواحد؟ هذه راحت بصفر. إذا نراها تنعدم وين؟ عند الواحد. إذا مجال تعريف دالة F غير معرفة عند صفر، قلنا العبارة F لX ناقص Y هذا الفرق راه ينعدم عند الواحد. إذا ينعدم عند الواحد ولكن ديما موجب. علاش ديما موجب؟ لأنه كاين تربيع. إذن هذا موجب ولكن ليس موجب تماما، يعني يلحق للصفر. الآن رايحين نشكلوا الجدول تاع الوضع النسبي كالعادة. واش رايحين نقولوا؟ هنا كاين تقاطع، كاين صفر، إذن رايحين نقولوا تقاطع. هنا الفرق راه موجب، نقولوا سي اف فوق المماس تي. هنا أيضا موجب، نقولوا سي اف فوق المماس تي. هنا هل نقولوا تقاطع؟ في الحقيقة ما نقولوش تقاطع. علاش؟ لأنه ماهوش مستقيم عادي ولكنه مماس. عندما يتقاطع لنا المنحنى مع مماس في وضعية كما هذه راح نقوله تي يمس. إذا تي يمس لأنه مماس وليس مستقيم عادي. إذا تي يمس المنحنى سي اف، وبالطبع لازم يمسه عند الواحد. علاش؟ لأنه أصلا هذا راه مماس عند النقطة ذات الفاصلة واحد. الآن واش تبقى لنا في التمرين ككل؟ تبقى لنا قال لك أنشئ المنحنى سي اف مع المماس تي، ومن بعد بقات لنا الأسئلة المهمة جدا اللي هي استنتاج منحنى من منحنى، مناقشة دورانية، ودالة أصلية، وحساب تكامل. بداو حنا في دراسة في التمثيل البياني للدالة. فقط نذكروا هنا عندنا معلم متعامد متجانس، هزينا مجال تعريف من صفر زائد ما لا نهاية. كل المعلومات اللي نحتاجوها في التمثيل البياني واللي جبناها من الدراسة السابقة راها جاهزة. إذا الخطوة الأولى اللي اتفقنا عليها في هذه القناة التمثيل البياني، أولا نرسم المستقيمات اللي عندنا. إذا في هذا التمرين المستقيمات وش هي الأنواع نتاعهم؟ مستقيمات مقاربة ومماسات. عندنا مستقيم مقارب، لقينا المعادلة تاعو x يساوي الصفر، لأنه حسبنا النهاية عند صفر لقيناها ما لا نهاية. إذا x يساوي الصفر هو ماذا؟ محور التراتيب راه مرسوم. بعد هذا عندنا مماس عند النقطة ذات الفاصلة واحد.
معادلته إيكغاك يساوي إكس ناقص واحد. كيفاش نرسموه؟ بدنا نهزو نقطتين نعوضو بالصفر ونعوضو بالواحد. عوض بالصفر تلقى ناقص واحد، عوض بالواحد تلقى صفر. إذا عندنا نقطتين، النقطة الأولى فاصلتها صفر ترتيبتها ناقص واحد، هذه هي. النقطة الثانية فاصلتها واحد وترتيبتها صفر، ونوصلو بالمسطرة هكذا نكونو رسمنا المماس. هذا مماس عند أي نقطة؟ مماس عند النقطة ذات الفاصلة واحد، يعني هو مماس عند هذه النقطة. معلش نكملوا الآن. بعد المستقيمات عدنا إلا اثنين، بعد المستقيمات عدنا جدول التغيرات. الآن جدول التغيرات واش راح نهزو منه؟ نهزو منه هذه المعلومات اللي تتحط في الخانة السفلى، يعني الخانة الثانية. وش هي المعلومات هذه؟ النهايات والذروة فقط. نهاية عند الصفر قيم أكبر شحال لقيناها؟ لقيناها زائد ما لا نهاية. إذا الصفر قيم أكبر دلتكم عند زائد ما لا نهاية، وقلنا هذا مستقيم مقارب. مليح. عندنا ذروة أخرى فاصلتها ألفا وترتيبتها أف لألفا. هنا لازم نرجعوا للتمرين ونشوفوا ما هي المعطيات اللي عطاها لنا. إذا ألفا في هذا التمرين، ألفا في هذا التمرين قال لنا محصورة بين ماذا؟ بين 0.5 و 0.6. إذا الحصر تاع ألفا هو بين 0.5 و 0.6. هذا الحصر تاع ألفا. الحصر تاع اف لألفا لو كان تقرا نص التمرين جيدا قال لك نضع اف لألفا يساوي ناقص 0.3. اذا هذه نقطه فاصلتها ألفا وترتيبتها هذه الفاصله فقط. لحظه اتحقق من الحصر تاع ألفا، يعني في التمرين الحصر تاع ألفا في التمرين قلنا محصور بين 0.5 0.6. اذا فاصلتها ألفا بالتقريب نهزوها 0.5. إذا بالتقريب نهزوها 0.5، هذه الفاصلة. الآن الترتيبة اف لألفا ناقص 0.3، إذا راح نهزوها هكذا. إذا راح نهزوها بالتقريب هكذا. إذا هذه واش تمثل؟ تمثل ذروة. مليح. عندنا نهاية عند الزائد ما لا نهاية، هي زائد ما لا نهاية. ولكن ما عندناش مستقيم مقارب، أو ما على بالناش كيفاش راح نرسموها لأنه ما عندناش مستقيم مقارب. إذا هنا نقبلوا أنها راح تكون زائد ما لا نهاية. لما يكون ما عندناش مستقيم مقارب في جوار ما لا نهايه واش نديرو؟ لازمنا نهزو قيم مساعده باش نشوفو المنحنى، لانه على بالنا بزيد ما لا نهايه ولكن ما على بالناش هنا في الجوار اللي نرسمينه هل هو هنا هل هو هنا هل هو هنا. كيفاش نعرفوها؟ بالقيم المساعده. الان رسمنا جدول التغيرات، بعد هذا قلنا نروحوا للوضع النسبي. الخطوه الثالثه في التمثيل البياني هي الوضع النسبي. اذا الوضع النسبي درسنا الوضع النسبي بين منحنى ومماس. المماس هذا مرسوم عند أي نقطة؟ نقطة ذات الفاصلة واحد. إذا المماس عند هذه النقطة. مليح. الوضع النسبي لقيناه يمس عند النقطة ذات الفاصلة واحد، ولازم يمس لأنه عند النقطة ذات الفاصلة واحد، ولقيناه دائما يكون فوقه. إذا فقط في هذا الوضعية، لأنه سهلة لأنه لا يغير الوضع النسبي تاعه، يعني ما كانش فوق وأصبح تحت أو العكس، وإنما فوق فوق. إذا يمس ويبقى في كل النقاط فوق. هكذا رانا رسمنا الوضع النسبي. رابعا قلنا عندنا بعض النقاط المميزة. النقاط المميزة هي مثل مركز تناظر، نقطة انعطاف وغيرها. هنا عندنا نقطة واحدة هي نقطة المماس. تم النقطة اللي حكينا عليها في التمرين هي نقطة وحيدة عندها نقطة المماس. هذه المعلومات اللي احنا نرسم بها غير كافية. وش لازمتنا؟ لازمتنا نقاط مساعدة. نقاط مساعدة أنا مثلا هزيت خاصة في المجال، يعني بعد المماس هذا هزيت مثلا 2 عوضناها في الدالة بالآلة الحاسبة فقط تخرج لك 1.24. إذا الفاصلة 2 والترتيبة 1.24 مثلا هنا. الفاصلة 3 ترتيبة 2.6. الآن باش نعرفوا الشكل تاع المنحنى فقط كيفاش راح يجي تقريبا، واللي يكون رسم بالورق مليمتري راح يجيه أفضل. إذا الفاصلة 4 والترتيبة 4، الرسم تقريبا راح يجي هكا. هنا شوف عندنا ذروة، واضح الرسم في هذا الشكل كيفاش راح يجي. نبداو دائما بالذروة. إذا نبداو بالذروة هكذا ونروحوا إلى ماذا؟ نروحوا للمماس ونطلعوا للنقاط هذه هكذا ونكملوا إلى غاية ما لا نهاية. الآن هنا عندنا إشكال ما على بالناش وين يقطع، لأنه رايح ما تنساش بلي راه كاين كان في الزائد ما لا نهاية وهبط، تسمى لازم يقطع. هنا كيفاش نقدروا نديروا بما أنه ما عطاناش أين يقطع؟
لأنه في بعض الحالات يعطينا سؤال تاع مباراة قيم متوسطة نبينوا بلي المنحنى يقطع في هذا النقطة. ما عطاناش وين يقطع، نمروا مباشرة فقط، نمروا مهم في هذا المجال ونطلعوا إلى غاية المالانهاية. هكذا رانا درنا تمثيل بياني للمنحنى سي اف، هذا المرسوم باللون الأسود راه المنحنى سي اف. اللي تبع هذه الخطوات الثلاثة راح يرسم تمثيل البياني باحترافية، يجي الرسم سهل جدا. إذا بسرعة المستقيمات، نرسموا كامل المستقيمات اللي هي المستقيمات المقاربة والمماسات، هزوا المعلومات تاع جدول التغيرات اللي هي النهايات والذروات. ثالثا نهزوا الوضع النسبي، نبداو بنقطة التقاطع ومن بعد فوقها تحتها تخرج وحدها بعض النقاط المميزة إذا كانت عندنا في التمرين، ونزيدوا نهزوا نقاط مساعدة إذا كان حسينا بلي المعلومات اللي عندنا راها غير كافية للتمثيل البياني. إذا هكذا رانا مثلنا المنحنى بيانيا. الآن نبداو في الأسئلة اللي بعد المنحنى، فهم معايا جيدا. السؤال الخامس أعطانا تاع استنتاج منحنى من المنحنى، إذا أعطانا دالة جديدة وحبنا نستنتج المنحنى سي اش انطلاقا من سي اف. هذا راح نأجله أنا قليلا، علاش؟ لأنه راح نبدأ بالمناقشة، المناقشة نحتاج المنحنى تاع الدالة اف. لو كان نرسم المنحنى تاع الدالة اف ونزيدوا نرسموا المنحنى تاع الداله اش ومن بعد راحين نناقشوا راح يتخلطوا لنا المنحنيات. اذا الترتيب المنطقي تاع الاسئله انه نبداو بالمناقشه وبعدها نديروا استنتاج منحنى من منحنى اخر. هل في البكالوريا مقبول؟ نعم مقبول جدا، مقبول خاصه انه الرسم راح يكون في المنحنى، يعني تقدر تجاوب المناقشه ومن بعد عاود ترجع لل ماذا، ترجع لتاع استنتاج منحنى من منحنى. اذا ركز معايا نبداو في المناقشه. اذا واش قالك؟ قالك ام وسيط حقيقي. اذا المناقشه 6 هذه عندنا وسيط حقيقي اسمه ام، ام صغيره كما موالفين عليه. حطنا دلتا ام، قالك هي مجموعه من المستقيمات دلتا ام، مستقيمات المعادله نتاعها ايغريك يساوي ام اكس ناقص ام. هل هذه الاخرى علاش قال لنا مستقيمات؟ علاش ما قالناش مستقيم واحد؟ لازم نفهموا باللي كل ما نعوضوا قيمة تاع ام راح تخرج لنا معادلة جديدة، يعني يخرج لنا مستقيم جديد. مثلا لو كانت تعوض قيمة الام بالواحد واش راح تخرج لك؟ راح تخرج لك واحد في اكس في واحد تسمى اكس ناقص واحد، تعوض قيمة الام باثنين تخرج لك اثنين اكس ناقص اثنين. اذا هذه راها مجموعة من المستقيمات. مليح. الان عطانا سؤال اول على هذا المستقيمات قبل ما يبدا لنا في المناقشه، واش قال لنا؟ قال لنا بين ان جميع المستقيمات دلتا ام تشمل نقطه ثابته يطلب تعيين احداثيتها. اذا بيان ان المستقيمات دلتا ام، جميع المستقيمات دلتا ام تشمل نقطه ثابته. إذا هذا اتفقنا باللي راهم ما لا نهاية من المستقيمات، كل ما نحطوا قيمة تاع ام يخرج لنا مستقيم جديد، ولكن جميع المستقيمات هذه كاين بيناتها نقطة مشتركة، يعني كاين نقطة يمر عليها جميع المستقيمات. كيفاش نلقاوها؟ الفكرة سهلة، تهز المعادلة تاع المستقيم تقول إيكغراك يساوي ام اكس ناقص ام. هنا هل يمكن استخراج عامل مشترك؟ نعم، نخرجوا الام كعامل مشترك ونلاحظوا واش راح يبقى لنا. ايغريك يساوي اكس ناقص واحد. الفكره ما هي؟ القيمه اللي تعدم هذه المعادله هي النقطه المشتركه بين جميع المستقيمات. اذا كيفاش راح نديروا؟ الفكره سهله، ابحث لي على ما هي الفاصله اللي تعدم لنا هذا المستقيم. لو كان نحطوا، اذا نضع ماذا؟ اكس صفر مثلا يساوي واحد، واش رايحين نعوضوا؟ اكس صفر يساوي واحد تسمى الفاصلة واحد. ركز مليح ماذا ستجد؟ راح تلقى ام في واحد ناقص واحد تساوي صفر. اذا واش هي النقطة ترتيبة واش خرجت؟ خرجت صفر. علاش؟ لأن واحد ناقص واحد هو صفر، صفر في ام يساوي صفر. اذا واش حال خرجت لنا الترتيبة؟ خرجت لنا ترتيبة ايكغريك صفر يساوي صفر. اذا هذه النقطة اللي رانا نبحثوا عليها هي الفاصلة تاعها واحد والترتيبة صفر. على بالي بلي مازلنا ما فهمناها جيدا. إذا الفكرة أنا عطيتها لك، قلت لك ابحث لي على ما هي الفاصلة اللي تعدم لنا هذه المعادلة. واضح بلي لازم تكون قيمة الإكس يساوي واحد. كي نعوضوا قيمة الإكس واحد واش راح نلقى؟ واحد ناقص واحد صفر، صفر في آم صفر. إذا الفاصلة واحد والترتيبة صفر. هل هي فعلا نقطة مشتركة بين جميع النقاط؟ نعم، بين جميع المستقيمات. علاش؟ لأنه ركز مليح، المعادلات لو كانت تهز
معادلات مختلفة لهذه المستقيمات. لو كانت هز قيمة الام يساوي واحد، شو راح تلقى؟ اكس ناقص واحد. لو كانت هز قيمة الام اثنين، راح تلقى اثنين اكس ناقص اثنين. لو كانت هز قيمة الام ثلاثة، راح تلقى ثلاثة ام ناقص ثلاثة. لو كانت هز ربعة، راح تهز ربعة ام ناقص ربعة. ربعة اكس عفوا، ربعة ثلاثة اكس ناقص ثلاثة، ربعة اكس ناقص ربعة. هذا المستقيمات كامل تشمل النقطة التي فاصلتها واحد ترتيبتها صفر. علاش؟ لأنه كي تعوض فيهم بالواحد كامل تخرج صفر. إذا عوض بالواحد، واحد ناقص واحد، إذا واحد ناقص واحد صفر. إذا تشملها المستقيم هذا، يشمل هذا النقطة. زين، عوض بالواحد، واحد في اثنين اثنين، اثنين ناقص اثنين صفر. إذا النقطة هذه أيضا تنتمي لهذا المستقيم. عوض بالواحد، ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر، إذا تنتمي لهذا المستقيم. ربعة ناقص ربعة تنتمي لهذا المستقيم ورايح. إذا احنا رانا لقينا باللي هذا النقطة اللي الفاصلة تاعها واحد والترتيبة تاعها صفر تنتمي لجميع المستقيمات. إذا كيفاش الآن رانا لقينا النقطة؟ كان قادر يعطينا السؤال هذا بطريقة أخرى، كان قادر يقول لنا بين أن النقطة A1 0 تنتمي لجميع المستقيمات. إذا نحاولوا نبينوا باللي النقطة A فاصلتها واحد، يعني سؤال آخر، هذا سؤال كان قادر يجيب صيغة أخرى. النقطة ذات الفاصلة واحد وترتيبة صفر تنتمي، حابين نبينوها باللي تنتمي لجميع المستقيمات دلتا ان. اذا النقطه احنا باش نتحقوا هل النقطه تنتمي للمستقيم ولا لا، واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نعوضوا الاحداثيه نتاعها في معادله المستقيم ونشوفوا هل معادله المستقيم محققه ولا لا. اذا كان احداثيه النقطه حققت لنا معادله المستقيم راها تنتمي له، واذا كان ما حققتهاش راها ما تنتميلوش. اذا معادله المستقيم واش هي؟ y يساوي ام اكس ناقص ام. عوض بالفاصله واحد، إذا نعوض بالفاصلة واحد واش راح تلقى؟ الفاصلة واحد تبدلك واحد في أم، سما أم ناقص أم، والإيكغراك وشحال قيمتها؟ صفر، لأنه راك تقول فاصلة واحد ترتيبها صفر. إذا صفر يساوي أم ناقص أم، صفر يساوي صفر، محققة دوما. واش حاب يقول؟ حاب يقول باللي النقطة هذه أ واحد صفر تنتمي لجميع المستقيمات أم إكس ناقص أم مهما تكون قيمة الأم. إذا اشفع لي على الملاحظة هذه، لأنه علاش راح نحتاجوها في السؤال الذي بعده. الآن ركز معنا مليح، واش قال لنا الآن؟ راح يعطينا مناقشة. مناقشة قال لك ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي أم عدد حلول المعادلة. إذا انتبه معنا جيدا، عدد حلول المعادلة F لX يساوي MX ناقص أم. هنا لازم نعرفوا أولا ما هو نوع المناقشة. احنا واش قلنا؟ قلنا لما يعطينا اف لي اكس يساوي، كاين ثلاث حالات، اف لي اكس يساوي ام او عباره فيها الام فقط، في هذه الحاله راح نقولوا مناقشه افقيه. لما يعطينا عباره من الشكل اف لي اكس يساوي ا اكس زائد ام، تسمى الميل ثابت والبي متغيره، يعني مثلا يقول لك 2 اكس زائد ا. اذا هذه المستقيمات اللي رايحين نناقشوا بها الميل تاعها كامل يساوي 2، وبالتالي مناقشه مائله. على فكره اللي ما عنده حتى صوره على المناقشه البيانيه بامكانه انه يكتب فقط المناقشه البيانيه الاستاذ عبد الباسط، يخرج لك الفيديو في جميع الحالات. الان الحاله الثالثه والاخيره، لما يعطينا الاكس مضروب في ام، لما يعطينا الاكس مضروب في ام هذا المستقيمات الميل تاعها ماهوش ثابت. استاذ ما فهمناش، علاش؟ ركز معايا جيدا، لانه اي مستقيم معادله تاعو من الشكل ا اكس زائد بي، الاي يمثل ماذا؟ يمثل الميل، وبي يمثل ماذا؟ يمثل ترتيبه نقطه التقاطع مع محور التراتيب. اذا ركز لي مع ا، واش قلت لي؟ قلت لي الاي يمثل الميل. لما يدير هو الا هنا شحال قيمه الا؟ قيمته ام. اذا الميل ام، والام واش هي؟ متغيره، ماهيش ثابته، ما عندهاش قيمه معينه. اذا المستقيمات هذو الميل تاعها متغير. مليح، كي عندنا المستقيمات الميل تاعها متغير واش معناتها؟ الميل كيكون صفر هذا هو المستقيم الذي ميله صفر، ما عندوش ميل. الان يبقى المستقيم الذي ميله مثلا واحد هذا هو، إذا المستقيم الذي ميله صفر هذا هو، المستقيم الذي ميله واحد هذا هو، المستقيم الذي ميله اثنين هو هكذا. إذا لاحظ كل ما نغيره ف
في الميل واش قاعد يصير للمستقيمات قاعدين يدوروا لانه المستقيم هكذا قلنا الميل تاعو صفر لو كان هزوها بالمسطره المستقيم الميل تاعو صفر ومن بعد كي تغير الميل تاعو لاحظ اش حاب يصير له المستقيم هذا قاعد يدور اذا هذا المناقشه ما هو نوعها مناقشه دورانيه مليح اذا هذا المستقيمات واش رايحين نقولوا رايحين نقولوا مناقشه دورانيه علاش لان المستقيمات اللي رانا نناقشوا بها راه الميل تاعها متغير ماهوش ثابت مليح حنا دائما في الفكره هذه لازم نعرفوها كي يكون عندنا دوران معناتها كاين مركز دوران انت قلت لنا استاذ بلي المستقيمات قاعدين يدور ولكن واش هو مركز الدوران تاعهم لانه ما ديم حاجه قاعده تدور ديما راه عندها مركز معين دور بالنسبه ليه اذا في رايك ما هو مركز الدوران هذا هو النقطه الثابته اللي تمر منها جميع المستقيمات يعني المستقيمات هذو ام اكس ناقص ام قلنا احنا كل ما تتغير قيمه الام يخرج لنا مستقيم جديد لانه يخرج لنا الميل تاعهم ولكن جميع هذه المستقيمات كاين بيناتها نقطه مشتركه اللي اثبتناها في السؤال الاول اذا النقطه المشتركه هذيك تمثل مركز الدوران بالنسبه للمستقيمات اذا رانا اتفقنا باللي جميع المستقيمات تمر من النقطه ذات الفاصله واحد وترتيبها صفر النقطه ذات الفاصله واحد وترتيبها صفر هي هذه النقطه مليح زيد كاين ملاحظه مهمه لازم نشوفوها هذا المستقيم يعني المماس وش هي المعادلة تاعو؟ إيكغراك يساوي إكس ناقص واحد. هل عنده الشكل تاع هذه المستقيمات؟ نعم. علاش عنده الشكل تاع هذه المستقيمات؟ لأنه هذا المستقيم راه حالة خاصة لما تكون الآن تساوي واحد. لما تكون الآن تساوي واحد، إكس في الواحد، إكس ناقص واحد. إذا هذا المستقيم المماس اللي رانا رسمينه راه واحد من بين المستقيمات اللي رايحين نناقشوا بها اذا كيفاش رايحين نبداو نديروا المناقشه نقدروا نبداوها بطريقه ربما ماهيش بدايه صحيحه ولكن نقدروا في النهايه نعاودوا ننظموها كيفاش ركز معايا دوك تفهمني الان هنا لو كان نبداو المناقشه بهذا المستقيم شحال قلنا الام تاعو قلنا الام تاعو يساوي واحد اذا علاش الام تاعو يساوي واحد واضح باللي العدد اللي راه مضروب في الاكس هو الواحد اذا لما يكون ام يساوي واحد سما يكون هذا المستقيم الاحمر الان كيفاش نعرفوا ما هو عدد الحلول نشوفوا شحال المنحنى يقطع المستقيم من مره اذا ها هو المستقيم مرسوم شحال يقطع المنحنى مره يقطعه مره واحده اذا واش راح نقول يقطعه مره واحده في هذه النقطه اذا واش نقول نقولوا المعادله واش بها تقبل حلا الان ركز معايا جيدا وتقبل هذه المعلومه لما يكون التقاطع هو عباره عن تماس يعني هذا مماس ما تنساش بلي راه مماس عند النقطه ذات الفاصله واحد اذا لما يكون مماس نقولوا حل مضاعف اذا المعادله تقبل حلا ونزيدوا لها كلمه مضاعفا علاش لانه هذا ماهوش مستقيم عادي هذا راه مماس مماس عند النقطه ذات الفاصله واحد اش معناتها حل مضاعف معناتها باللغه تاعنا بالدرجه اذا زوج حلول كانوا زوج حلول واجتمعوا اصبحوا حل واحد يسميوه حل مضاعف مليح اذا ان يساوي واحد الان المناقشه كيفاش راح تتم رحين المرجع نتاعنا اللي راح نرجعوا له هو هذا المستقيم هو اللي راح ننطلقوا منه مليح الان المستقيم ركز معايا جيدا الان الام كي يبدا يزيد تسمى ام من واحد كنشوفوا الى غايه ماذا ما على بالناش الى غايه ماذا الام كي يبدا يزيد هذا المستقيم الميل تاعو واحد هكذا الميل تاعو واحد تسمى الام تاعو واحد علاش لانه الام راه تمثل الميل الان الام كي يبدا يزيد تسمى الميل يزيد تسمى المستقيم واش قاعد يصرالو المستقيم قاعد يدور الان ركز معايا جيدا في المسطره شوف المسطره لما الام يبدا يزيد راه واحد بقى يزيد 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 لازم نشوفوا وشحال من مره هذا المستقيم راه يقطع المنحنى اذا نعتمدوا فقط على المسطره ونشوفوا شحال راه يقطع من مره تقدر فقط تهز مستقيم من بين هذه المستقيمات يعني تهزوا على سبيل المثال هكذا اذا كي تهزوا بهذه الطريقه هنا الميل تاعو كان واحد وتغير قليلا اذا نقدروا نهزوه هكذا مثلا باش يبان لنا افضل اذا لما نهزوه بهذه الطريقه لاحظوا شحال يقطع المنحنى من مره لاحظوا باللي يقطعوا مره فقط اذا ركز معايا الميل راه يزيد ديما يقطع مره يقطع مره منا
إذا يقطع مرة منا وهكذا المستقيم يقعد يدور هكذا يقطع يبقى يقطع مرة يقطع مرة يقطع مرة حتى نوصلوا لهذه الوضعية. الميل هنا الميل في هذه الوضعية هو زائد ما لا نهاية. اسم الميل هكذا هو واحد يبقى يزيد 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 حتى يوصل يصبح مستقيم عمودي. المستقيم العمودي في الاتجاه الموجب الميل تاعو موجب الميل تاعو زائد ما لا نهايه. علاش زائد ما لا نهايه؟ ما كانش ميل اعظم منه. اذا نبقاو نزيد ونزيد ونزيد حتى نوصلوا للميل الاعظمي. اذا من واحد الى زائد ما لا نهايه وش حل كاين؟ حل المعادله تقبل حلا وحيدا. إذا المعادلة تقبل حلا وحيدا. إذا قلنا عند ام يساوي واحد حل مضاعف. نبقاو نزيدوا في الميل نزيدوا في الميل وركز بلي راني قاعد ندور بالنسبة لهذه النقطة. علاش؟ لأنه قلنا هذه هي مركز الدوران، هذه هي النقطة المشتركة بين جميع المستقيمات، يعني بالنسبة لها وتقعد الدور هكذا الدور هكذا راح تلاحظ بلي ديما المسطرة تقطع المنحنى مرة واحدة فقط. إذا هكذا رانا درسنا الشكل نتاعنا. اذا ركز معايا جيدا، من واحد بقينا نطلعوا 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 حتى وصلنا الى المستقيم العمودي الميل تاعو زائد ما لا نهايه. مليح. المناقشه قال لك حسب قيم الوسط الوسيط الحقيقي ام اسمها وسيط حقيقي اسمها يبدا من ناقص ما لا نهايه خلص من زائد ما لا نهايه. انت اللي درتها الان هذه وش هي؟ راك درت من واحد زائد ما لا نهايه فقط، مازلت لنا لما يكون مجال سهل. ركز معايا جيدا دركا كيفاش راح نبداو. اذا قلنا المستقيم كان الميل تاع واحد دار 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 حتى اصبح عمودي الميل تاعو زائد ما لا نهايه. الان لو كان نحبوا نسيروا في الاتجاه السالب، يعني الميل المستقيم هكذا يدور كامل في هذه النقطه، الميل تاعو ماذا؟ ينقص. اذا المستقيم يهبط هكذا. ركز معايا جيدا، لو كان ترسم اي مستقيم في هذا المجال، لو كان ترسم على سبيل المثال مستقيم هكذا، لازم يكون يمر من النقطة ذات الفاصلة هذه، يكون يمر من هذه النقطة والميل تاعو هابط على الواحد. إذا المرسوم مثلا هكذا. لو كان نشوف هذا المستقيم شحال يقطع المنحنى من مرة، راح تلاحظ باللي يقطعوا مرة هنا ويقطعوا مرة هنا. إذا كاين حلين. إذا من الواحد ونهبطوا نهبطوا 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 دائما لاحظوا باللي المسطرة تقطع المنحنى مرتين حتى نوصلوا إلى ماذا؟ حتى يصبح ديما كاين زوج حلول زوج حلول زوج حلول حتى نوصلوا للزائد ما لا نقص ما لا نهايه. لان المستقيم الان من واحد الميل تاعو واحد يهبط 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 حتى نوصلوا هنا الميل تاعو ناقص ما لا نهايه. اذا في هذا المجال هز اي مستقيم في هذا المجال راح تلقاه يقطع مرتين، مره هنا ومره هنا. اذا في الوضعيه هذه واش راح نقولوا؟ ام صلحش نقولوا من واحد ناقص ما لا نهايه لانه ترسيم منطقي من ناقص ما لا نهايه الواحد. اذا من ناقص ما لا نهايه الواحد المعادله ما بها؟ المعادله تقبل حلين. اذا هكذا رانا درنا المناقشه. طبيعه الحال باش الواحد نكونوا صراحه باش واحد يفهم عليا المناقشه جيدا لازم يكون اما عنده صوره على المناقشه وفهمها ويزيد لها بعض الافكار اللي تعلمناها الان، والله يكون على الاقل يطلع على الفيديو تاع المناقشه بجميع الحالات نتاعها يفهم جيدا ويجي هنا راح يلقى تطبيق في حاله من الحالات. اذا الان احنا كملنا المناقشه واش رايحين نديروا؟ رايحين نرجعوا للسؤال تاع استنتاج منحنى من منحنى اللي هو السؤال الاخر. اذا الان ركزوا مع السؤال خمسه. دالة اش اش في اكس تساوي ناقص واحد على اثنين الان القيمة المطلقة لإكس ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. السؤال الأول قال لك أثبت أن اش دالة زوجية. إذا رايحين نثبتوا باللي اش دالة زوجية. إذا إثبات أن اش دالة زوجية. مجال تعريف المعطى الآن هو ار نجم، اسم ار ما عدا الصفر. كيف نثبت ان داله معينه داله زوجيه؟ قلنا عندنا شرطين، لازم تكون مجال التعريف متناظر بالنسبه للصفر. اذا هل مجال التعريف متناظر بالنسبه للصفر؟ نعم، لانه مجال التعريف هو ار نجمه، تسمى ار ونحالها صفر فقط. اش معناتها متناظر بالنسبه للصفر؟ معناتها اي قيمه موجبه عندها نظير تاعها السعر، وهذا محقق في ار نجمه. وعموما لما يقول لك اثبت باللي داله زوجيه معناتها الشرط هذا راه محقق. اذا واش راح نقولوا؟ دي اش يساوي ار نجمه وهو متناظر بالنسبة إلى الصفر. الآن ثبتنا الشرط الأول، الشرط الثاني وش هو؟ أنه نحسب آش لناقص إكس زوجية، لازم في الأخير تخرج لنا هي نفسها آش لإكس.
كيفاش نحسبوا اش اللي ناقص اكس؟ في بلاصه اكس نحطوا، في بلاصه اكس نحطوا ماذا؟ نحطوا ناقص اكس. اذا ناقص 1 على 2 الان كانت القيمه المطلقه لـ اكس تصبح القيمه المطلقه لـ ناقص اكس مربع ناقص القيمه المطلقه، قلنا مكان اكس نضع ناقص اكس زائد 1. اذا تساوي، ركز معنا، القيمه المطلقه لناقص اكس واش معناتها؟ القيمه المطلقه واش هي؟ الخدمه تاعها تعود حاجه موجبه تخليها كما هي، حاجه سالبه تنحي لها الناقص. الان اسم الناقص داخل القيمه المطلقه ما عندها حتى معنى، اذا نحيوها. اذا تولي ناقص 1 على 2 الان القيمه المطلقه لاكس مربع ناقص القيمه المطلقه، قلنا داخل القيمه المطلقه يوجد ناقص اذا ما عندها حتى معنى تتنحى، زائد 1. اذا هذه واش هي؟ هذه هي نفسها العباره تاع اش لاكس. اذا واش معناتها؟ اش لناقص اكس تساوي اش لاكس مع هذا الشرط الاول، نستنتج ان اش داله زوجيه. اذا نركز، ثبتنا بلي داله اش زوجيه. الان واش راح يقول لنا؟ راح يقول لنا اشرح كيف يمكن رسم سي اش انطلاقا من سي اف ثم مثله. اذا احنا سي اف رانا راسمينه باللون الاسود، واش هو المطلوب منا الان؟ نشرحوا كيفاش يمكن استنتاج هذا المنحنى انطلاقا من سي اف ومن بعد نرسمه. مليح، كيفاش راح نبينوا كيف يمكن رسم سي اش انطلاقا من سي اف؟ لازم نذكروا العباره تاع الداله اف ونعرفوا ما هي العلاقه بينهما. العباره تاع الداله اف هي 1 على 2 الان مربع اكس زائد اكس ناقص 1. المقارنة الأولى نديروها ما بين اش و اف، لازم نعرفوا ما هي العلاقة بينهما. المقارنة الأولى واضح جدا باللي راه في بلاصة الاكس داير القيمة المطلقة لاكس، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية رانا نلاحظوا باللي الاش هي الاف ضربت في الناقص، علاش؟ لأنه أصبحت ناقص 1 على 2 أصبحت ناقص اكس أصبحت زائد 1. إذا عندنا ملاحظتين، الاش لاكس في بلاصة الاكس حط القيمة المطلقة، إذا هي اف للقيمة المطلقة لاكس، لأنه حكم العبارة تاع الدالة اف في مكان اكس حط القيمة المطلقة لاكس. زيد واش دار؟ واش هو العمل الآخر اللي دار؟ الدالة اف ضربها في الناقص، إذا أصبحت ناقص اف للقيمة المطلقة لاكس. هنا شوف اللي فهم جيدا هذه الفكرة راح يفهم باللي عندنا عملين. إذا اف للقيمة المطلقة لاكس هذه أصلا عمل، يعني فكرة، وناقص فكرة أخرى. الآن واش تقدروا نديروا باش نرسموا المنحنى تاع اش انطلاقا من اف؟ نقدروا أولا نستنتجوا المنحنى تاع اف للقيمة المطلقة لإكس وبعدها نضربوه في الناقص. إذا ركز معايا جيدا كيفاش راح نعبروا عليها. إذا واش نقولوا؟ نقولوا لدينا نقدروا، قلت لكم نقدروا مثلا اف للقيمه المطلقه لاكس نسميوها داله، نسميوها جي لاكس. اذا نضع، ركز معايا جيدا، نضع جي لاكس تساوي اف للقيمه المطلقه لاكس، وبامكانك ما ديرش الخدمه هذه، تمدها مباشره. اذا انا راح نقسمها الى عملين، لانه اف للقيمه المطلقه لاكس خدمه والناقص خدمه. الان نستنتج اولا المنحنى تاع اف للقيمه المطلقه لاكس وبعدها نضربوه في الناقص باش نلقاو المنحنى تاع الاش. مليح، واش راح نقولوا؟ هذه الفكره معروفه، راح نقولوا ركز، جي لي اكس يساوي اف للقيمه المطلقه لاكس لما يكون اكس موجب. لما يكون اكس موجب واش راح يكون؟ لما يكون اكس موجب راح يكون جي لي اكس يساوي اف للقيمه المطلقه لاكس. واش قلنا؟ قلنا اكس موجب تصبح القيمه المطلقه ما عندها حتى معنى، اذا يصبح جي لي اكس يساوي اف لاكس. في هذا الحال جي هي نفسها اف، واش معناتها؟ معناتها المنحنى تاع الداله جي هو نفس المنحنى تاع الداله اف. اذا نقولوا سي جي منطبق على سي اف على اي مجال؟ على المجال من صفر زائد ما لا نهايه. اذا الداله جي هذه اللي خلقناها احنا جديده، واش هي؟ المنحنى تاعها منطبق على المنحنى تاع سي اف في المجال الموجب. اذا الان هذا المنحنى بامكان احنا نرسم لك فقط منحنى بسيط تفهم منه الفكره. انت لما يكون عندك الورق مليمتري راح تتحكم في الرسم بكل سهوله. اذا ركز معنا جيد، التمثيل البياني كنا راسمينه في المجال الموجب فقط، اذا كنا راسمينه في المجال الموجب وخرج لنا هكذا، صح؟ الان انت واش قلت لي؟ الداله جي هذه قلنا باللي المنحنى سي جي منطبق على سي اف في المجال الموجب. اذا هذا اللي راه مرسوم باللون الاسود لحد الان هو سي اف.
في المجال الموجب، في المجال الموجب راح يكون سي جي هو نفسه سي اف. زين، الداله جي هذه راح تكون ايضا داله زوجيه، علاش؟ لانه فيها القيمه المطلقه لي اكس، وحنا شفنا باللي القيمه المطلقه تنحي الناقص. اذا راح نقول هو سي جي، لانه الداله جي زوجيه، راح نقول سي جي متناظر بالنسبه الى محور التراتيب. علاش؟ لانه تعريف تاع الداله الزوجيه انه المنحنى تاعها متناظر بالنسبه لمحور التراتيب. واش معناتها متناظر بالنسبه لمحور التراتيب؟ هذا ناظره بالنسبه لمحور التراتيب. كيفاش راح يجي؟ راح يجي بهذا الطريق. اذا هذا الشكل رانا ناظرناه بالنسبه لهذا الشكل. مليح. الان انتبه معايا جيدا، انت واش راك رسمت لحد الان؟ راك رسمت جي لي اكس اللي هي اف للقيمه المطلقه لي اكس. استنتجنا المنحنى تاع الداله جي اللي هو الان اصبح مرسوم باللون الاحمر، هذا هو المنحنى سي جي، يعني الشيء اللي موجود الان. مليح، ركز معايا. واش ولات دركا؟ ولات اش لي اكس تساوي، هذه واش سميناها؟ سميناها جي لي اكس. اذا اش لي اكس تساوي ناقص جي لي اكس، معناتها الداله جي ضربت في الناقص. ناقص وش هي الخدمة تاعها؟ حاجة موجبة تحولها سالبة، حاجة سالبة تحولها موجبة. وش معناتها؟ معناتها المنحنى هذا سي اف نحيه وخلاص من الحساب. المنحنى هذا سي جي راح يتقلب تماما، الموجب يولي سالب، السالب يولي موجب، هذه الخدمة تاع الناقص. وش معناتها؟ راح يصير له تناظر بالنسبة لمحور الفواصل. هذه القيم مثلا كانت سالبة تصبح موجبة، تصبح بهذا الشكل. هذه القيمة مثلا كانت موجبة تصبح سالبة، هذه القيمة كانت موجبة تصبح سالبة. هذا وش هو؟ هذا هو الرسم سي اش. هنا أيضا نفس الخدمة، هذه القيمة كانت موجبة كانت سالبة تصبح موجبة، هذه القيم كانت موجبة تصبح سالبة، والعكس. إذا هكذا رانا هذا المنحنى الرسم الجديد هو سي اش. كيفاش نعبروا عليها؟ نقولوا لغويا الخدمة تاع الناقص هو التناظر بالنسبة لمحور الفواصل. إذا نقولوا سي اش هو نظير سي جي بالنسبة إلى ماذا؟ محور الفواصل. إذا بهذه الطريقة رانا جاوبنا على السؤال تاع استنتاج منحنى من منحنى آخر. واش تبقى لنا؟ تبقى لنا فقط سؤال حول حساب المساحة والتكامل. ركزوا معاه الآن مع آخر سؤال في التمرين، حاولوا ركزوا راح نفهموا. قلنا لمدة عدد حقيقي محصور بين 0 و1، أعطانا هذا التكامل أ للمدة، التكامل بين لمدة واحد ln x لكل مربع دي x. قال لنا احسب هذا التكامل باستعمال تكامل بالتجزئة. المبدأ جماعة تاع تكامل بالتجزئة من المفروض جميعا لازم نعرفوه. اللي ما يعرفش المبدأ تاع تكامل بالتجزئة واش يدير، يكتب فقط في اليوتيوب التكامل بالتجزئة الأسرة على الباص، يخرج له الفيديو راح تفهمه بإذن الله بكل سهولة. مليح، اللي يعرف المبدأ واش قلنا؟ قلنا تكامل دالة، تكامل تاع دالة معين، نخيرو داخل العبارة هذه نخيرو دالة نسميوها اي، ونخيرو دالة نسميوها في فتحة. إذا قلنا الأولوية دائما للآلال نسميوها الاي. إذا خيرنا الاي سميناها ألان اكس لكل مربع. خصصنا دالة أخرى لازم تكون موجودة هنا، هي في فتحة. لما تكون موجودة دالة واحدة معناتها الدالة الثانية هي واحد، لأنه هذه ما تنساش بلي راه مضروبة في الواحد. الآن قلنا في فتحة نحتاجوا الأصلية تاعها، والإي نحتاجوا مشتقتها. ما هي الأصلية تاع واحد؟ الأصلية تاع واحد هي إكس، معروفة. الآن ما هي المشتقة تاع ألان إكس لكل مربع؟ هنا لازم تكون تعرف القاعدة كيفاش تشتق دالة مرفوعة قوة. وش هي القاعدة؟ تهبط الأس وتنقص واحد في الأس، 2 ناقص واحد وش يولي؟ واحد. وتضرب في مشتقة الدالة، هذه هي القاعدة. أف أس آن، تهبط الأس تنقص له واحد وتضرب في مشتقة الدال. مشتقة الألان وش هي؟ هي واحد على إكس. إذا تصبح 2 في واحد في ألان إكس. إذا 2 ألان إكس في المقام وش يوجد؟ يوجد إكس. الآن مبدأ التكامل بالتجزئة، قلنا القانون تاع التكامل بالتجزئة، تكامل من أ ل ب إي في في فتحة وش يساوي؟ يساوي جداء دالتين إي في في بين أ و ب ناقص تكامل من أ ل ب. هنا موجود اي في فتحة، هنا تتعكس تولي في في اي فتحة، هكذا. مليح، يعني نضربوا الاي في الفي، لأنه قلنا الاي في الفي. أضرب الاي في الفي وش راح تلقى؟ راح تلقى اكس ألان مربع اكس بين ماذا وماذا؟ حدود تكامل هما لمدة وواحد. زيد، واش رايحين نقصوا له؟ رايحين نقصوا
التكامل من واحد اللامدا. وش قلنا؟ قلنا تضرب ال V في الإي فتحة، يعني تضرب هذه الدالة في هذا الدالة. وش يصرى الآن؟ ركز مليح، عندك اثنين اثنين في واحد على إكس ألان إكس، هذه هي الدالة، راح تضربها في ماذا؟ راح تضربها في إكس. وش يصرى هنا؟ تختزل إكس مع إكس. إذن وش يبقى؟ يبقى اثنين ألان إكس فقط. إذن اثنين ألان إكس دي إكس. هنا قلنا ديما لما يعود عندنا عدد داخل التكامل يقدر يخرج خارج التكامل. زيد هذه كيفاش نحسبوها؟ قلنا فرق الصورتين. ايش معناتها فرق الصورتين؟ تعوض بواحد ناقص تعوض بلامدا. عوض بواحد، ألان واحد صفر، يتربع صفر، يتضرب في واحد صفر. إذا عوضنا بواحد مدتنا صفر، ناقص لأن القانون فيه ناقص عوض بلامدا. ايش معناتها عوض بلامدا؟ بلس إكس في بلامدا. إذا لامدا ألان مربع لامدا ناقص اثنين في التكامل من واحد اللامدا تاع الان اكس. احنا باش نحسبوا التكامل لازم تكون عندنا الداله الاصليه. الداله الاصليه تاع الان اصبحت معروفه، ماهيش حاجه كبيره، لان شفناها في الدروس، شفناها الكثير من التمارين. الداله الاصليه تاع الان هي اكس الان اكس ناقص اكس زائد سي، هذه هي الاصليه تاع الان، اكس الان اكس ناقص اكس زائد ثابت سي. هنا اللي ما يقنعش بهذه الطريقه يقول لي استاذ لا انا مانيش قادر نحفظ الاصليه تاع الان، واش دير في وضعيه كيما هذه؟ لازم هذا التكامل تزيد تحسبه بالتكامل وبالتجزئه، ولكن بالامكان انك تتقبل فقط ما هي الداله الاصليه تاع الان. اذا الداله الاصليه تاع الان هي اكس الان اكس ناقص اكس بين ماذا وماذا؟ بين لم واحد ولمضه هكذا. نعم واحد و عفوا هنا ليس واحد ولمضة ولكن لمضة واحد، لمضة واحد لأنه ترتيب مهم في هذا الحال. إذا هنا وش بقى لنا؟ بقى لنا ناقص لمضة مربع ألان لمضة. هنا وش راح تدير؟ عندك ناقص اثنين وتدير فرق صورتين. وش معناتها فرق صورتين؟ تعوض بالواحد، ألان واحد صفر، في الواحد صفر، ناقص واحد. إذا كيعوضنا بواحد مدتنا ناقص واحد، ناقص تاع القانون راح تعوض بلمضة. إذا تولي ناقص لمضة ألان لمضة، موجودة ناقص لمضة وتضرب في الناقص تاع القانون، شتولي؟ تولي زائد لمضة. إذا عوضنا في هذا الدالة بلمضة وضربنا في الناقص تاع القانون. الآن وش بقى لنا؟ بقى لنا فقط نظمو هذا النتيجة. إذا ناقص لمضة مربع ألان لمضة، عندنا الناقص هذه أيضا لازم توزع على القوس، ناقص 2 في ناقص 1 تسمى زائد 2، ناقص 2 في ناقص لمضة ألان لمضة تولي زائد 2 لمضة ألان لمضة، وعندنا ناقص 2 تتوزع في اللمضة واش تولي؟ تولي ناقص 2 لمضة. هنا بالإمكان أن نستخرج عامل مشترك اللي هو لمضة ألان لمضة بين هذه وهذه العبارة، ولكن من الأفضل نخليوها هكذا لأنه ما طلبش منا نتيجة محددة. الآن بعد هذا السؤال واش قال لنا؟ طلب منا حساب مساحة، نركزوا فقط في المقصود بهذا المساحة. قال لك أحسب بدلالة لمضة مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى سي اف. إذا المساحة دائما نسميها مثلا اس، المساحة دائما هي تكامل. مليح ركز معي، قال لك بين المنحنى سي اف والمماس تي. اذا بين المنحنى سي اف والمماس تي، احنا قلنا لما يقول لنا المساحه مع مستقيم مائل ماهوش محور الفواصل نقولوا تكامل اف لاكس ناقص ايكريك. هذه فكره لازم تعرفها، لانه لو كان قال لك المساحه مع محور الفواصل، المساحه مع محور الفواصل بين المنحنى ومحور الفواصل هي نفسها تكامل داله اف، ولكن المساحه بين منحنى ومستقيم مائل مماس ولا مستقيم مقارب هي تكامل تاع اف لاكس ناقص ايكريك. مليح، قال لك والمستقيمين اللذين معادلتهما لمضة واحد، يعني المساحه بين لمضة واحد. مليح، الان واش رايحين نديرو؟ ركز معنا جيدا، دي اكس ما ننساوهاش، كاينه ملاحظه اتفقنا عليها، قلنا المساحه كي تعود مع مستقيم مقارب مائل لازم نشوفوا الوضع النسبي. اذا كان المنحنى فوق المستقيم المساحه هي نفسها التكامل، ولكن اذا كان المنحنى تحت المستقيم راح يخرج لنا تكامل سالب لازم يتضرب في الناقص. احنا في التمرين رانا درسنا ولقينا المماس يكون دائما فوق المنحنى، اذا دائما فوق معناتها ما نضربوش في الناقص. زين الان رايحين نعوض التكامل من لمضة الواحد،
تاع اف اكس ناقص ايغريك. ذكر معايا عبارة الدالة، هي واحد على اثنين في انا مربع اكس زائد اكس ناقص واحد. هذه عبارة الدالة اف. لما تنحي منها راح تنقص منها ايغريك. ايغريك واش هي المعادلة تاع المماس؟ معادلة اكس ناقص واحد. اذا الدالة اف تنحي لها اكس ناقص واحد، واش يبقى فيها؟ راح يبقى فيها واحد على اثنين الان مربع اكس دي اكس. مليح. الان هنا قلنا كيكون عدد داخل تكامل يقدر يخرج خارج التكامل، اذا يصبح واحد على اثنين تكامل من لامدا الواحد الان مربع اكس دي اكس. ركز معي جيدا، هذا واحد على اثنين، هذا تكامل من لامدا الواحد الان مربع اكس دي اكس. تكامل من لامدا الواحد الان مربع دي اكس وش اسمه؟ اسمه ا لامدا. اذا هذا التكامل راه فقط ا لامدا. وش معناتها المساحه هذه؟ باش تحسبها تروح ا لامدا فقط وتقسمها على اثنين. اذا تكتب العباره هذه كامل تقسم على اثنين، تروح اثنين 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 وتولي هنا مقسومه على اثنين. وما تنساش تزيد لها ماذا؟ وحده المساحه، تكتب لها اي ا. علاش نكتبوا اي ا ما نكتبوش سنتيمتر مربع؟ لانه كي نقراو النص تاع التمرين ما قالناش خلاص الوحده، كيما يقولناش الوحده في المساحه نكتبوا اي ا وحده المساحه. اذا هذا هو التمرين ككل، نتمنى انكم استفدتوا منه. اذا ما تنساوش تدعوا لنا بالخير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. بالتوفيق، السلام عليكم.